على هذه الارض ما يستحق الحياه على هذه الارض سيده الارض أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين هل نسينا شيئا وراءنا؟ نعم نسينا تلفت القلب شدوا بعضكم يا فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين وتركنا فيك خير ما فينا فيك شهداءنا الذين نوصيكم بهم خيرا زيكم عاملين ايه كله تمام واشنطن والمتناقضات البيت الابيض وكل التناقض بايدن او اداره بايدن بتطالب بمساعدات عسكريه لاجل الاحتلال وفي نفس الوقت بتطالب بايقاف الحرب مؤقتا وتدعم الموقف الانساني على الاراضي الفلسطينيه حقيقي شيء يدعو للجنون من ناحيه اخرى حماس بتعلن رفضها لاي صفقه لا تتضمن ايقاف العدوان طيب السؤال ايه هي الحلول المتاحه؟ يعني الحلول المنطقيه اللي من الممكن من خلالها نوقف هذه مش بسميها الحرب هذه المذبحه، انا من انصار انها ليست حربا دي مذبحه لان هناك طرف واحد يعتدي على طرف اخر بتكلم على دوله محتله بتقتل الشعب الذي تم احتلاله أرضه. خلوني ارحب بضيوفي داخل الاستوديو دكتور ايمن الرقب استاذ العلوم السياسيه بجامعه القدس منورني ووحشني من سنين الاخبار يا دكتور الله كله تمام الله. دكتور جمال سلامه استاذ العلوم السياسيه بجامعه السويس اهلا بيك دكتور اهلا اهلا منورنا بوجودك كله تمام تمام طيب كله. دكتور ايمن هذا التناقض في تصريحات اداره بايدن والبيت الابيض تحديدا فمن ناحيه هم يقومون بالدعم اللوجستي ودعم السلاح والاموال للاحتلال ومن ناحيه اخرى يقول لازم نوقف الحرب امر غير مفهوم على الاطلاق اصبح في عندنا سيناريوهات ماذا لو استمر بايدن ماذا لو رحل بايدن واتى ترامب ايه هي الحلول المتاحه في الحالتين اداره بايدن او اداره دونالد ترامب بدات تحيه الاخ يوسف ولا جمال ولا الساده وطبعا المشاهدين الكرام طبعا يعني بمشهد طبيعي الامريكان بالنسبه لهم دوله الاحتلال اهم دوله في المنطقه اهم مشروع في المنطقه انشا خلال 100 عام الماضيه وهذه دولة وظيفية لها مهام كبيرة جدا لا لن يملا هذا الفراغ رغم كل قواعدها الموجودة في المنطقة العربية مثل دولة الاحتلال، بالتالي هذه الدولة بالنسبة لهم الحفاظ عليها أهم شيء. بغض النظر عن كل ما نسمع أحيانا تناقض يعني بعض البعض يقول هناك خلاف بين بايدن ونتنياهو. ولو عدنا بالتاريخ كان هناك ايضا يقول ان هناك خلاف بين اوباما ونتنياهو في عهد اوباما منح في أيامه الاخيره 38 مليار لدوله احتلال على 10 سنوات، اذا كل ما يقال فقط بروبوغاندا بكل معنى الكلمه ودائما نقول نحن هناك دوله عميقه تحكم في الولايات المتحده الامريكيه وهؤلاء من ياتي الى البيت الابيض له مهمه محدده تاتي وينفذها ويخرج ويغيب عن المشهد وياتي ديمقراطيين وياتي جمهوريين ولكن تبقى ثابت ان دوله الاحتلال هي اهم مشروع في المنطق ويجب الحفاظ عليه حدث اخي يوسف علي التناقض في موضوع التمويل اليوم نتحدث بالامس طلعونا ان هناك أزمة ولولا اليوم نشرت الخبر ان اسرائيل الولايات المتحده الامريكيه تدرس ارسال طبعا مساعدات عسكريه هي الاصل المساعدات ما توقفتش عشان تدرس اصلا م. يعني حتى عمليه تضليل وخداع جديد وكان الامريكان توقفوا، الناتو بمجمله حارب غزه وتحدثت بالفعل انت اخي يوسف ان هناك يعني شعب اعسل يعتدي عليه من, من الناتو، هذا الناتو بكل قوته وجبروته ياتي لمحاربه غزه هذه المدينه الصغيره التي بالكاد ترى على الخريطه ونرى ان عمليه الذبح الجماعيه ضد شعبنا الاعزل وانا يمكن لاني يعني انا انا عايش في غزه فتره طويله ادرك ما حدث في غزه، ما حدث في غزه يفوق الزلزال يفوق التسونامي، غزه تدمر بشكل كبير جدا، الهدف الاساسي ان تصبح غزه غير مؤهله للحياه وبالفعل هذا ما يحدث الان. تلوث بشكل كبير جدا، دمار بشكل كبير جدا، تدمير بنى تحتيه، حتى اعاده غزه لما كانت عليه نحتاج اقل تقدير بالحد الادنى 20 عاما وهذا ليس تضخيما ان لم يكن اكثر من ذلك، رفع الانقاض نحتاج الى رفع الانقاض اكثر من ثلاث اربع سنوات فقط رفع الانقاض، بالتالي لدينا مشكله كبيره جدا، هذا ما يخططوا له وهذا ما ينفذوه امام مراى ومشهد من العالم واليوم بنسمع همهمات ان امريكا قد تعترف بالدوله الفلسطينيه، قد تعترف يعني تفيد التاكيد او النفي، وكذلك فرنسا وكذلك بريطانيا وحتى الاعتراف واعتراف سياسي يمكن بيان الخارجية السعودي اللي صدر قبل يومين أو ثلاثة أيام تحدث عن دولة فلسطينية على حدود الرب من 67 بما فيها القدس تحدثوا الاعتراف بالدولة ولا وليس القيام الدولة الفلسطينية إذن الاعتراف بالدولة يختلف كليا عن قيام الدولة الفلسطينية وهذا يصبر لكن أنا أعتقد الموقف مهم جدا والتأكيد على محاولات قطع الطريق هذه قطع الطريق على محاولات الأمريكان لأنه يعني بايدن يريد أن يذهب إلى الانتخابات معه م. أي شيء وواضح ان المملكه العربيه السعوديه مشكوره قطعت عليها الطريق، لو جاء ترامب اخي يوسف وانا انا اعتقد ان الديمقراطيين ضمنوا انهم سيفشلوا في الانتخابات، طبعا اليوم نتحدث قبل اقل من ساعتين انا قرات خبر على في الاعلام العبري ان هناك بدا التفكير في طرح فكره بناء حي يهودي جديد في القدس الشرقيه. هذا ردا على فكره الاعتراف بالدوله الفلسطينيه م. وعاصمة القدس، اذا الصراع يتسع بشكل كبير جدا، المستوطنين يتغولوا بشكل كبير جدا وفكره مصادره اراضي في القدس الشرقيه وبناء حي يهودي هذا استقبال مهم جدا لعوده الغ... يعني غياب الديمقراطيين وعوده الجمهوريين او ترامب سيؤكد على نفس المنهج ونفس السياق ولا لا اعتقد ان الامريكان سيقفوا في وجه هذا الاحتلال، الجهه الوحيده التي تستطيع أن توقف هذه الحرب حتى نكمل إجابة سؤالك فقط الولايات المتحدة الأمريكية طيب هنا أرجع بسرعة لدكتور جمال سلام ما بين الجمهوريين والديمقراطيين ممكن نستخدم المصطلح المصري المعروف نعم. يا قلبي لا تحزن نعم. في النهاية ترامب عندما كان في سدة الحكم هو من نقل السفارة الأمريكية إلى, إلى القدس الكودس. تحديا لكل العرب وتحديا للقضية الأزلية وهي قضية الصراع العربي الصهيوني إذا هل نعول على اداره ترامب في انها قد تخلق شيء من الحلحله ولا علينا ان نفقد الامل في ذلك؟ دكتور ايمن قال الجهه الوحيده اللي تقدر توقف هي الولايات المتحده. <applause> طب امريكا واضح انها مش عايزه توقف حتى هذه اللحظه. اين المفر؟ يعني في البدايه اتحدث عن تصريح لجون كيربي مسؤول الامن القومي الذي تحدث وقال اننا لن نلزم اسرائيل بجدول زمني لوقف الحرب. <applause> ففي البدايه يعني هو بيعطي تصريح كارت بلانش او تصريح بلا نهايه الى اسرائيل للقيام باعمالها العسكريه او اعمالها العدوانيه ضد نحن امام اما اذا كنا نتحدث عن اداره الجمهوريين او اداره الديمقراطيين الجمهوريين هم اكثر تشددا وأك واكثر يعني عدوانيه تجاه العرب يعني وبالتالي هم يعني اكثر ميلا لاسرائيل من الديمقراطيين يعني الديمقراطيين بايدن بهذا الدعم اللامتناهي الى اسرائيل هو يعتبر يعني لا يساوي شيء بالنسبه اذا جاء اذا جاء ترامب، ترامب كما تحدثت انت في البدايه هو الذي نقل السفاره الامريكيه الى القدس المحتله وهو الذي اقر بان الجولان يعني هي ارضا او اقر بضم اسرائيل الى الجولان. نتحدث ايضا عن ما ما يتشدق به بيضا ويقول بين الحين والاخر هي عباره عن ثرثره فكره حل الدولتين وقال مره كان يتحدث بيقول ان حل الدولتين في ظل هذه الظروف لن يكون هناك لن يكون يعني متيسر ومره اخرى يقول اننا يعني قد نفكر في فكره حل الدولتين. اي دولتين التي يتحدث عنها ترامب او يتحدث عنها حتى قاده الاوروبيين، يعني نحن نتحدث عن الضفه الغربيه المقطعه الاوصال بها 120 بؤره استيطانيه يقطنها نحو الضفه الغربيه، الضفه الغربيه نفسها محتله، يقطنها نحو 550 الف مستوطن, مستوطن يهودي. القدس القدس نفسها فيها 300 ألف مستوطن يهودي هو استكمال التهويد وبالتالي وهي وهي عاصمه ليس فقط عاصمه لاسرائيل منذ ان نقل السفاره ترامب اليها هي عاصمه لاسرائيل منذ عام 1980 حينما اعلن مناحم بيجن ان القدس هي عاصمه لاسرائيل فبالتالي هل سترضى غزه طبعا مدمره مخربه نحن امام ناهيك عن اننا امام حكومة رئيس وزراء اللي هو بنيامين نتنياهو هو شخص يعني مصاب بسعار القتل وسفك الدماء لا أقول بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الحكومة كلها هي مصابة بهذا لا أقول أيضا الحكومة كلها نحن نتحدث عن مجتمع مجتمع نفسه ظالم مظلم برغم هذه الجرائم العدوانية وهذه نحن نتحدث عن 29 ألف شهيد واكثر من سبعين الف جريح لم تقم مظاهره واحده في اسرائيل تدين هذا او تطالب بوقف العدوان معظم المظاهرات التي قامت محدوده امام مقر رئيس الوزراء الاسرائيلي هي فقط للحديث عن تبادل الاسرى واننا بالفعل يعني يجب بالفعل ان يكون هناك حل ويكون هناك هدنه لتبادل الاسر من اعداد محدودين هم اهالي الاسرى الاسرائيليين فبالتالي يعني التعويل على قيام دولة فلسطينية في ظل هذه حتى لو تغيرت الحكومة الإسرائيلية هل تجرؤ حكومة جديدة سوف تجيء من في إسرائيل يعني تفكك المستوطنات في الضفة الغربية أو تزيل أو تعترف بأن القدس الشرقية هي عاصمة للدولة الفلسطينية المرجوة او فكره اعاده بناء غزه كل هذه انا انا اعتبرها يعني هي اشياء اماني من أمانية العرب لكنها لا اريد ان اقول انها احلام يعني ان اسفه احلام بعض العرب دون ان يكون هناك ضغط عربي على الولايات المتحده اللي هي صانعه اسرائيل وضامنه اسرائيل وحاميه المشروع الصهيوني في هذه المنطقه فبالتالي لن يكون هناك مستقبل لاي دوله فلسطينيه على الاقل في المستقبل القريب. طيب انا هستاذنكم هروح <applause> لفاصل يمكن بعد الفاصل افكر مع حضراتكم بصوت عالي بما انه ما بين الديمقراطيين والجمهوريين لا شيء سوى المسائل الاجرائيه لا نعم. يوجد اختلاف نعم. كذلك ما بين المتطرفين اليمين اللي بيحكموا المساله مش متعلقه بس بسموتريتش ولا ببنجافير لكن حتى حزب العمل الاسرائيلي هو الحزب الذي اقام هذه الدوله المجتمع الاسرائيلي فبرضو الإسرائيل المساله ليست بعيده هي اشبه بالديمقراطيين نعم. والجمهوريين مره اخرى يعني طيب وفي نفس الوقت هل لدينا افاق لاحياء اسلو مره ثانيه ولا لا ده سؤال، السؤال الثاني وما هي نوعيه الضغوط التي يستطيع المجتمع العربي او عواصم القرار العربي او كل الجامعه العربيه ان تمارسها للضغط على واشنطن حتى نستطيع الوصول لحل؟ هستاذنكم في فاصل ونرجع نكمل الكلام. وعلى راي ضيوفي الاعزاء الفقره قصيره جدا فانا فاضل لي 10 دقائق هقسمهم بالنص وهروح بسرعه دكتور ايمن الرقب في اطار انه ما بين يمين متطرف وحتى حزب العمل يا قلبي لا تحزن وما بين الجمهوريين والديمقراطيين يا قلبي لا تحزن افاق الحلول ايه وهل من الوارد انه العرب يستطيعوا ان يضعوا ضغوطا على واشنطن وما هي طبيعه هذه الضغوط ان وجدت طبعا عشان ايضا يا يوسف للاسف يضغطنا الألم. يعني انا على العجله اولا نقدر الدور المصري حتى قبل يعني ما تاخذنا الوقت في الصمود في في تمتين الجبهه الداخليه في رفض التهجير القسري والطوعي واليوم كلمه وزير الخارجيه السيد سامح شكري كانت ايضا تاتي في هذا السياق برفض بشكل كامل عمليه التهجير للشعب الفلسطيني وتحدي بشكل كبير جدا ان التهجير هذا سيشعل المنطقه بشكل كامل واعتقد هذا كلام مهم جدا التاكيد على موضوع معركه رفح خاصه انه واضح ان هناك كما تحدث الدكتور جمال هناك ضوء اخضر لاستمرار الحرب وقد نجد اجتياح رفع في اي لحظه. لذلك الفكره في ازاحه الكتله السكانيه الان من رفح باتجاه الشريط الساحلي هذا اقرب وقت او اقرب أمر, امر قد يحدث ولكن من خلال استغلال الهدنه لتحقيق ذلك. لذلك انا اعتقد اننا قد نشهد هدنه من 15 الى 20 شعبان وتنفيذ المرحله الاولى. من اتفاق قطار باريس باطلاق سراح 35 اسير اسرائيلي مقابل 350 اسير فلسطيني بناء على الاتفاق اللي انقلب عليه نتنياهو بعد الضغوط التي تحدث فيه نتنياهو، لكن لنعود الى سؤالك انا اعرف الوقت احاول ان اسرق بعض الافكار خلال يعني هذا الوقت، انا اعتقد ان لا يوجد الان داخل دوله الاحتلال كما اشر حتى اليوم لا المعارضه تطرح حل الدولتين يعني لا يئير لبيد يطرح ولا جينيتس يطرح والامريكان ياملوا في جينيتس ان يصبح القوه الاخرى طيب من كيف سنتخلص من نتنياهو انا قبل اكون معك على الهواء كان هناك حديث من داخل حزب الليكود من بعض المعارضين لنتنياهو الاول مره بدانا نسمع هذا الاصوات ان بعد ان تضع الحرب أوزارها يجب ان يستقيل نتنياهو الدعوه الى انتخابات مبكر اذا نتنياهو سيستمر في هذه الحرب هذا العنوان لوحده سيجعل نتنياهو يستمر في الحرب طالما ان هناك بعض الحرب بعد ان الحرب اوزارها مصلحته المباشره تحدد استمرار الحرب استمرار الحرب وبالتالي سيكون لدينا مشكله كبيره جدا في استمرار الحرب لان هذه مصلحه نتنياهو ونتنياهو تنتهي فترة الانتخابيه في نوفمبر عام 2026 اذا سننتظر حتى هذا التاريخ الحكومه الحاليه حكومه اليمين المتطرف اقوى حكومه تمر على دوله الاحتلال في ال20 عام الماضيه متماسكة بلوك كما يطلق عليها سموريتش بن غفير لن يستغني عنهم لثانية هؤلاء عماد الحكومة الحالية وبالتالي المعارضة لن تستطيع أن تفعل شيء أنا لا أريد أن أخذ من وقت أيضا دكتور جمال ولكن أعتقد أن الأمور, الأمور لا تسير باتجاه أن الأمريكان يستطيعوا أن ينفذوا وعدهم من وعدوا بقيام الدولة أو الاعتراف حتى سياسيا بالدولة الفلسطينية والضغط لوقف هذه الحرب أمامنا فقط لوقف هذه الحرب أنا أهم شيء بالنسبة لنا وقف هذه الحرب اقل تقدير لان الوقت في غزه من دم بالتالي وقف الحرب هو اهم شيء انا اعتقد العوده الى اطار باريس في تنفيذ المرحله الاولى 35 45 يوم فترة مهمة ونحن السياسيين نقول الهدن تبرد الحروب، قد تكون هي فرصة لتبريد الحرب والوصول إلى اتفاق لاحقا، لكن بالتأكيد حماس ستكون جزء من الحل وليست جزء خارج الحل كما يتمنى الاحتلال الاسرائيلي والامور ليست سهله كما يتوقع لا الاحتلال ولا الامريكان وانا اقول لك في في اخر كلمه اقولها ان لا زالت المقاومه بخير في غزه طالما المقاومة بخير احنا بخير يعني لانه ده من شأن انه يعطينا شيء من الامل. اذا في نفس ذات السؤال تقريبا من دكتور جمال ما هي الحلول؟ يعني ساعات بيتبادر لذهني انه لا يوجد حل غير انه الوضع للاسف هيستمر على ما هو عليه حتى وان هدأ قليلا هيبقى في مناوشات مستمرة من آن لآخر ما بين جميع الاطراف الاحتلال من جهة المقاومة من جهة ونبقى بنعول على التغيير الديموغرافي وهو التغيير قد يكون متوسط او حتي طويل الامد وانه ده الحل النهائي نحن امام تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث فيها وقال ان رد حماس كان رد خيالي هو حماس قد قصمت مرحلة يعني رأت مرحلة للحل وهي مرحلة أنا أعتبرها حتى القاهرة تفهمتها حتى أنتوني بلينك نفسه حينما بدأ الأول وقال أن في رد حماس ما يمكن التفاوض بشأنه أو يمكن الحديث وبتحدث عن هدنة 45 يوم في خلال 45 يوم يتم تبادل وهذه يعني اقصى ما يمكن تقديمه تبادل الاسرى غير المدنيين مقابل افراج اسرائيل عن 350 من السويناء الفلسطينيين، ثم بعد ذلك تاتي مرحله اخرى بعد ذلك، هذه المرحله يتم فيها وقف اطلاق النار وتفرج حماس عن جميع الأسرة الإسرائيليين بما فيهم العسكريين كل هذا بالطبع يعني أنا بعتبره هو حل ما يمكن أن تقدمه حماس بما يعني بخلاف ذلك فهو في نحر لحماس ونحر للمقاومة الفلسطينية يعني أنت يعني تحدثت عن أما يعني التعويل على إدارة ديمقراطية أو إدارة جمهورية فبالتالي كما أسلفت في السابق أنها لن تختلف يعني بشأن يعني يمكن ان يكون هناك خلاف بين الادارات او تباين بين وجهات النظر الادارات الديمقراطيه والجمهوريه في القضايا الداخليه، قضايا المناخ، قضايا ثانويه، اما بشان فلسطين فهذا يعني غير موجود، يعني انت بتقول بين الجمهوريين والديمقراطيين يا قلبي لا تحزن، لا يا قلبي احزن، يعني يعني بالنسبه لان بالنسبه يا يعني لا تحزن اكثر ما انت حزين لا هو هنحزن يعني حتى اذا جاء اذا جاء ترامب او اذا جاء مرشح جمهوري اخر غير يعني غير غير ترامب، فبالتالي لن يكون انحيازه لاسرائيل اقل من يعني اقل من انحياز بايدن، يعني بايدن انا بارجح ان يكون هو الاكثر تشددا والاكثر ميلا الى اسرائيل والاكثر دعما لاسرائيل. بنيامين نتنياهو يعني يعني حسب تصريحاته انه يجب بالفعل القضاء على حماس قضاء تاما وانه لا مستقبل لحماس، لكن حماس هي فكره طالما بقي هناك احتلال سوف يكون هناك مقاومه اذا غابت حماس سوف يكون هناك تتولد حركات مقاومه يعني منذ عام 48 حتى يومنا هذا تبدلت حركات المقاومة وتصاعدت حركات منذ الجهاد المقدس والشيخ أمين الحسيني وما بعد ذلك جاءت حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية كل هذه الحركات هي كانت نتاج لواقع الاحتلال فبالتالي طالما بقي الاحتلال سوف تبقى هناك أو تتولد من رحم الاحتلال تتولد حركات مقاومه تقاوم وتؤرق الاحتلال في مضاجعه حتى يمكن بالفعل استخلاص الحق هذا بيحتاج واقع عربي مغاير هذا الواقع العربي لا ينبئ أو لا يعني يبشر بقيام دولة فلسطينية مستقلة على ما يسمى بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا الواقع الدولي أيضاً يحتاج واقع دولي مغاير، لكن دوام الحال من المحال من ذا الذي يعني كان يتوقع أن أن تتبوأ دولة مثل الولايات المتحدة المكا... تلك المكان تلك المكانة الدولية التي تبوأتها واحتلت مكانة انجلترا وفرنسا التي هي امبراطوريات فبالتالي يعني دوام الحال من المحال فبالتالي الامر يحتاج واقع عربي مغاير واقع عربي يتسم باليقظه ويتسم ب يعني يتعامل بمنطق المصلحه ويحتاج ايضا واقع دولي مغاير وبالتالي نحن نامل ان يكون هذا قريبا طب انا عايز اشكر حضراتكم جدا واعتذر جدا عن قصر الفقره وبالمناسبه المسؤول عن ان الفقره فقره قصيره هو المذيع صديقكم واخيكم ورافقكم هو المسؤول عن ده بيرغي في اول الحلقه لكن انا اتمنى فعلا ان احنا نقعد تاني وقريب يعني يمكن دكتور جمال عارف ان احنا وعدنا في هذه الحال بنؤكدها دائما ان احنا كل مره بنقول الاسبوع الثاني يا دكتور جمال وفعلا بنقول ونتمنى انقدر دكتور ايمن انك تدورنا إن لانه مهم ان احنا حتى نناقش بعض الطرح صحيح. وده اصبح موجود على مساله الثقل الديموغرافي الثقل الديموغرافي الفلسطيني صحيح. بالتاكيد مستقبله صحيح. اكبر بكثير من الثقل الديموغرافي الصهيوني وقد يشكل امر ما صحيح. على الارض بالواقع الى اخره هنفكر فيها لما يحين وقتها لكن للأسف <applause> وقت الحلقة خلص كل شكر مرة تانية يا دكتور أيمن كل شكر مرة <applause> تانية <دكتور> يا <applause> جمال وأتمنى أن احنا جميعا لا نتوقف عن التفكير هو مين اللي ممكن يحل المحل بتاع واشنطن في وقت من الاوقات زي ما قال دكتور جمال ويمكن زي ما اكد دكتور ايمن انه واشنطن حلت محل لندن وباريس بعد فتره طويله جدا من الهيمنه الاوروبيه على مجريات السياسه الدوليه طب هل انا الاوان الى انه هيبقى في عاصمه ما او عاصمتين ما يحلوا محل واشنطن هل هذا قريب ولا هل هي أحلام العروبة زي حالتنا ولا هل ده ممكن يبقى واقع ولكن ليس بالقريب وإنما أيضا ليس بالبعيد على رأي الدكتور طه حسين انتظرونا في المزيد من المناقشات مخلصش الكلام لأنه حالا كريم رمزي يبقى داخل وبرنامجه رقم عشرة أما احنا لو كلنا العمر هنقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات